النهارده في برنامج رد الجميل جايين نزور نجم كبير، نجم كبير من الزمن الجميل، كان نجم كبير في الترسانه. جايين نزور الكابتن الكبير محمد ابو العز. في البدايه كابتن ابو العز منورنا على قناه الاهلي، وكل سنه وحضرتك طيب، وطمنا على صحتك. بخير الحمد لله، وكل سنه وانت طيب يا سامة. مصر بخير، رمضان كريم. حياتك مشوار كبير جدا في الملاعب مع نادي الترسانه ومع منتخب مصر، وبعد الاعتزال كمان مشوار كبير في التدريب. عايزين نبتدي بقى الحكاية معاك من الأول، البداية والنشأة كانت فين؟ أنا أساساً مواليد السيدة زينب، ميدان زين العابدين. وميدان زين العابدين زي ما أنت عارف يا سامة كان يعني مجاور للمذبح. فكنا كل حي بيبقى ليه فرقة. فكنا بنلعب لازم يوم الجمعة، ده كل الشوارع بتبقى فاضية وبنلعب، ما كانش فيه عربيات زي ما أنت شايف دلوقتي. فبدأت في الشارع، وكنا بنروح العصر باستمرار نتفرج على كابتن عبد نصحي وكابتن رفاعي، لأن هم مواليد زين العابدين برضه. فكنا بنحب الكورة للأجيال، فشافوني أكتر من واحد، وكان بيجي يلعب معهم يومين في الأسبوع كابتن فتحي خطاب، جناح أيمن منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي معروف فتحي خطاب. فشافونا واحنا بنلعب، فطبعا كانوا بالرغم من الاهلي والزمالك وبتاع، لكن كان في صداقات، كانت حلوه جدا. فكابتن فتحي قال ناس من الولد ده كويس قوي، ما ايه ما نجيبه النادي الاهلي. كان عندي حوالي 15 سنه 16 سنه يا رب. فقال له ناخده النادي الاهلي، يجي اختبارات النادي الاهلي. كان زمان في ثلاث فرق بس، الفريق الاول وفريق تحت 20 وفريق تحت 17، ثلاث فرق في الناشئين، في الناشئين بس. وكل اللعيبه اللي فيهم تكاد تكون لعيبه موهوبه. كره الشراب فرقت معاكم طبعا، بتلعبوا في الاحياء وفي الشوارع كره الشراب، وفي كان في كره جلد اكبر منها شويه، وكان في كره التنس. كان في احياء مميزه بكره التنس، عشان كده الناحيه المهاريه هتلاقيها كانت عاليه قوي. ان انت بتتحكم في كره التنس، بتقدر تشوطها وعلى الارض في على الاسفلت. الكره الشراب نفس الحكايه، وكانت على طول في مباريات بين الاحياء، وكان في لعيبه موهوبه كتير. فروحت النادي الاهلي، اختبارات النادي الاهلي كان الكابتن الله يرحمه كامل مسعود. انا كنت اول مره اخش النادي، يعني انا كنت اساسا انا اسامه بلعب باسكت في الاعدادي. ما هي دي بقى البدايه، كانت باسكت، ما كانتش كوره. وكنت موهوب كمان في الباسكت، كنت بحب الرياضه اي حاجه رياضه. فكنت في الابتدائي في مدرسه زين العابدين، كان في حاجه زمان اسمها القسم المخصوص، اللي هم المميزين في التمرينات السوديه للعروض. فما كانش فيه في الابتدائي، لكن لما طلعت الاعدادي كان في دوري كره سله. كان عندنا المدرس التربيه الرياضيه، كانوا بيسموه زمان الضابط، ضابط المدرسه. كان مسؤول عن الطابور والرياضه وحاجات كتير. فكان عندنا استاذ امين مرجان، ده كان راجل رياضي نموذج في كل حاجه، مدرس الالعاب زي ما بيقولوا دلوقتي، يعني الالعاب، اللي هو مدرس الالعاب. فهو اللي حببنا في الباسكت. كنا بنتمرن لدرجه ان احنا كان التمرين كان بيمسك لنا خرزانه، لان تيجي طالع سلم في الباسكت ثلاث خطوات لازم تجيبها. لو غلطت فكنا، وكان معانا لعيبه كويسه قوي، كان معاك نجوم كبار في، كان معايا نوفل في السله، كان ده لاعب في النادي الاهلي بعد كده. كان مؤشر، كان لعيب كويس قوي. حبيت الباسكت جدا. بعد كده طلعت، رحت الثانويه العامه، في مدارس الثانويه رحت الابراهيميه الثانويه. وكان زمان الابراهيميه الثانويه خدويه السعيديه، اشهر ثلاث مدارس وقتها، وكان في لعيبه كتير كويسه، كل لعيبه الانديه كانت بتلعب في دوري المدارس. كان عندنا في المدرسة كابتن نبيل نصير الله يرحمه، كان علي محسن، كان عبد المنعم الحاج، كان سليمان طنطاوي، كانت فرقة كويسة قوي. السعدية كان فيها شوقي عبد الشافي، كابتن شوقي، كان فيها كابتن محمود حسن، كان فيها رأفت أخو كابتن طلعت عبد الحميد. فكانت على طول النهائيات. ده مش دوري مدارس، ده دوري ممتاز. في مباراة دوكلا اللي كانت في الزمالك، كانوا زمان بيجيبوا فرق تلعب مباراه. دوكلا لما جت، دوكلا براغ لما جم، قبليهم كانت السعديه والابراهيميه نهائي. فكان المدرج على اخره، لان كان هنا لعيبه من الاهلي ولعيبه من الزمالك. فتلاقي الجمهور رايح يتفرج على اولاده. فحبيت. كان عندنا كمان في الابراهيميه الثانويه كانت معقل للطايره،
كان عندنا كابتن كبير الله يرحمه كابتن عبد اللطيف ابراهيم مدرب منتخب مصر، وكانت فرقه النادي الاهلي فيها سته بيلعبوا طايره في الابراهيميه الثانويه. وكان عندنا رئيس القسم الرياضي كابتن عز خليفه، استاذ عز خليفه كان مدرب الاحمال واللياقه البدنيه في نادي الزمالك. كانت اسماء كبيره.